الاخر عليكم، مرحبا بكم لي كوزين كوم كوزينه لوتي. هاوعت بكيفيه جديده اليوم راح ندخل عليكم بالعسل ان شاء الله، ربي يعسل ايامكم ويحل ايامكم. اليوم راح ندير لكم كيفيه تقليديه بالبزاف معروفه خاصه في منطقه القبائل، وهي الخشخش. هذه الكيفيه نديروها في كل المناسبات، في الاعياد، في رمضان، في الاعراس. زمان ما كانش العروسه تخرج بدون الخشخاش. دونك اليوم جبت لكم هذا الكيفيه باش نتفكروا ايام زمان، وباش تاني نديروها لسهرات رمضان ولا للعيد الجاي ان شاء الله لحين ربي سبحانه وتعالى. بسم الله مباشره راح نعطيكم طريقه جديده وسهله وسريعه والنتيجه مضمونه خاصه للمبتدئين. بسم الله على بركه الله نبداو بالمقادير. انا راح ندير الكيلة تاعي بهذا الكاس الصغير، راح ندير كميه صغيره. هذا الكاس تاع لاتاي يرفد 100 مليلتر، فوالا 100 مليلتر فوالا. دونك راح ندير 3 كيلات تاع فرينه. بسم الله، من المستحسن غربوا الفرينه تاعكم باش تعطيكم نتيجه احسن. دونك راح ندير 3 كيلات تاع فرينه كما تشوفوا. الكيله الثانيه ندير الكيلة الثالثة، عفوا كما قلت لكم اليوم كيفية جديدة خفيفة وظريفة على السريع، ما تشدش الوقت ما تشدش اليد نون بلو. راح ندير فوالا هنايا غربلتها، راح ندير قريصة ملح، قرصة ملح فوالا. هنايا حلو برك عينيكم بلاكو ديروا بزاف تاع الخميره الكيميائيه تقولوا راح تعطيني نتيجه احسن. لا لا اتونسيون، رشه خفيفه بالبزاف تاع الخميره الكيميائيه كما تشوفوا، رشه خفيفه اقل من ربع ملعقه صغيره تاع لاتاي، رشه خفيفه بالبزاف. بلاكو تكثروا الخميره الكيميائيه راح تخسر لكم الخشخاش تاعكم. لافاني فوالا. وهنايا ندير نص الكيلة تاع مزيج بين الزبدة والزيت. راح نزيد شويه زيت، مازال ما لحقتش نص الكيلة تاعي. دونك اللي يحب يدير زبده برك يقدر يزيد يدير زبده برك، بس برك ننصحكم هاوليك عندي نص الكيله، ننصح لكم باش تخلطوا الزبده والزيت. علاش؟ كيما في الخشخاش تاعي ما كانش البيض، دونك الزبده هي اللي راح تحمر الوجه الخشخاش تاعي، والزيت علاش درتها باش تعطيني هذيك القرمشه تاع الخشخاش. دونك سي ان كونساي، ديروا مزيج بين الزيت ولا مارغرين ولا البر. دونك نص الكيله كيما تشوف. راح نحاول نبسس كاع هاد المكونات كيما شفتوا، ساهل ماهل خفيف وظريف وبمقادير فريمون قليله. ما درتش البيض، علاش ما درتش البيض؟ باش نسهل لكم الامور فوالا، وتاني باش هاد الخشخاش تقدروا تحتفظوا به لايام كثيره حتى 15 يوم. باق ما تعسلوش، ديروا فيه بواط ارميتيك للتغلق، ما تعسلوش، يقدر يقعد لكم بدون اشكال باسكو ما عندوش البيض. باركونت الحلويات اللي فيها البيض يفو فيغ اتونسيون، سورتو ولا كانت الحراره بدات الحراره فات اتونسيون بالكو. دونك سي فاسيل باش تخسر الحلوى تاعكم. هاوليك دونك كيما تشوفوا بسست، دخلت الزيت تاعي في المارغرين في الفرينه تاعي. هنايا نبدا نجمع الفرينه الخليط تاعي بالماء عادي، ماء تاع الحنفيه فوالا. ندير بشويه نشوف، اتونسيون لازم العجينه تاعكم لازم تجيكم ما لازمش تجي رطبه بالبزاف فوالا، ما لازمش تجي تطلق روحها بالبزاف. سينو راح تعييكم في الخدمه كي تحلوا الحبيبات تاعكم تاع الخشخاش. ديروا بشويه للمبتدئين فات اتونسيون، ديروا برك قطرات تاع الماء كيما تشوفوا. شوفوا وبعد
من المستحسن تزيدوا بشويه وما تخسروش لاباط تاعكم كما تشوفوا. راني ندير بالعاني، ندير برك قطرات تاع الماء قيس عفوا برك من جمع العجينه تاعي. هنا نزيد قطره صغيره تاع الماء. الكميه تاع الماء راح تديكم حوالي اقل بشويه تاع نص الكيله تاع كوب برا، اقل بشويه بصح سي با اكزاكت، سي با سيونس اكزاكت. فات اتونسيون، كل فرينه ونوعيتها، كاين الفرينه اللي تشرب، كاين الفرينه اللي ما تشربش. دونك انا نعطي لكم برك هذا سي انديس لي بصح بالك الفرينه تاعكم تدي بلوس ولا تدي موا. فات اتونسيون. فوالا هاوليك قوام العجينه تاعي تاع الخشخاش. عفوا بالك في مناطق واحد اخرى في الجزائر عنده تسميات واحد اخرى، اللي يعرف التسميات كتبوا لي في التعليق. انا في منطقه القبائل تيزي وزو نقولوا له اخشخاش. هاوليك قوام العجينه تاعنا كيما شتو فريمون شاده روحها. فات اتونسيون ما لازمش تجي رطبه بزاف، لازم تجي شاده روحها كيما تشوفوا باش ما تعيكمش كي تخدموا الخشخاش تاعكم. باش ندير في هذه المرحله راح نقطعها لي دي بيت بولات. فوالا هكذاك توتالوغ نحلو ديريكت مولا بولات تاعنا وتعطينا خشخاش. دونك لي يحب الخشخاش تاعو يكون كبير دونك ديرو دي بولات كبار، لي يحب الخشخاش تاعو يكون صغير ديرو دي بولات صغار. انا راح نديرها كيما حبات تاع البيض. فوالا الحجم تاع حبات تاع البيض اوب باش ما تعيناش في الخدمه. وكي ناكلوها ثاني ما راحش تسوفرينا باسكو كي تكون الحبه كبيره اون سوفر بوغ لا ميتغ دون لا بوش. فوالا اوب كيما تشوفوا هاوليك الحبيبات تاعي تاع الخشخاش. هذه صغيره دوك راح نحي شويه منايا. لي حبي فريمون الحبيبات تاعو تجي كاع متساويه وزنوا الحبات تاعكم 50 بار اكزومبل غرام على الميزان لي ما تنو عينيكم ميزانكم كيما بحالتي. واش ندير في هذه المرحله راح نغطى نغطيها ببلاستيك شفاف ولا ساشي نقي، خليوها اوموا 10 دقائق لي ترتاح. 10 دقائق مينيموم، تقدروا تخلوها انكور بلوس 3 ساعه ولا زوج. واش نديروا برك ديروا شويه فرينه باش ما تلصقش من بعد. فوالا ونغطيها ونخليها اوموا 10 دقائق ترتاح. انا للامانه راح نخليها بلوس، راح نخليها انور الطون وين ندير الشغل. فوالا ندير شغلي هكذاك كي نخلص الشغل تاعي نروح نطيبها ديريكتومون. دونك نخليوها ترتاح نعاودو نتلاقاو ان شاء الله كي ترتاح العجينه تاعنا. بعد ما خليت لاباط تاعي ارتاحت حوالي ساعه دونك نبداو نحلو فيها. دونك نجبدو هذيك لي بولات دونك نديرو شويه فرينه على البلون طرافاي تاعنا، نديروها على هذا الشكل كوم لي سيغار. فوالا باش تساعدنا في العمليه كي نحلوها بيان سور. فوالا من بعد برك هادو دوك نحلو الخشخاش تاعنا عفوا على شكل طولي كيما تشوفوا. دوك عاونوا روحكم بالفرينه باش ما تلصقش فوق البلون طرافاي تاعكم، وحلو شكل طولي كيما تشوفوا. والعجينه تاعكم لازم تكون رقيقه حتى وين تشوفوا البلون طرافاي تاعكم يبان في هذيك العجين. وما تخافوش راح يكون عندها تلافق راح يجي مخشخش الله يبارك. فوالا اوب نعاود نحل ندير شويه فرينه باش ما يتلاصقش في الرولو تاعي. فوالا كيما تشوفوا شكل طولي البرك. اللي يحب يدير الماشينه تاع بقلاوه تقدروا بصح انا درتو بالعاني بهذا الحلال اليدوي للناس اللي ما عندهمش ماشينه تاع البقلاوه. هاوليك دونك حليت دونك الحبيبه تاعي راح نحيلها دونك برك الاطراف باش نعطيها شك شباب. اللي يحب يخليهم هكذا تقدروا تخليهم ما فيها باس.
اب واش ندير. تقدروا ديروا بهذه الاله باش تعطيوا شكل شباب للاطراف، تقدروا ديروا برك بالسكين كيما راح ندير انايا. لا نحي برك هنايا ولاباط هذه نجمعها نعاود نحلها من بعد. وهاوليك الحبيبه تاعنا راهي جاهزه كيما شفتوا، كيما لاستيك تقدروا تجبدوا كيما تحبوا. ونروحوا نطيبوها في الزيت تاعنا اللي تكون سخونه كيما تشوفوا. هاو حلينا الحبيبه الاولى تاعنا، هنايا راح نطيبوا الحبيبه تاعنا. شوفوا كيفاش نديروا، ديروا برك طرف صغير ونرمي عليه الزيت كيما تشوفوا. حافظوا برك على يديكم سيرتو المبتدئين، نرمي عليه الزيت. كي نشوف طابت هذا الجهه نقلبها، نجبد فرشيطه باش نقلب بها الحبيبه تاعي. فوالا نعاود ندير نفس العمليه بالملعقه. شفتوا كيفاش راه يطلع ما شاء الله، حتى وين راني نحط فيه وشفتوا ما عندوش ني بيض. درنا رشه خفيفه تاع لوفير شيميك فريمون خفيفه بزاف، وراه يطلع ما شاء الله. باسكو المهم هو العجينه، بليز امبورطون سي لا بات، كي تكون ناجحه لا بات ما تخافوش. نعاود نقلبها بهذه الطريقه كما تشوفوا على نار متوسطه، بالك تحرقوا يديكم كما تشوفوا. عاونوا روحكم بملعقه وطيبوا الخشخاش تاعكم عفوا كما تشوفوا. فوالا انا ديجا بديت طيبت ديجا كما تشوفوا راه هنايا. دوك تياب كاين اللي يحب يكون حميمار بالبزاف، كاين اللي يكون يحبوا برك متوسط، نتوما كيما تحبوا التياب تاعكم كيما تحبوا. باش نقلب نعاونوا روحنا بالفرشيطه كيما تشوفوا. هوب هاوليك نعاونوا روحي بالفرشيطه، نحكم هذا الكوتي هذا الطرف بالفرشيطه ونرمي الزيت بدون اشكال. نحكم هذا الطرف بالفرشيطه كما تشوفوا، ما تخافوش باذن الله سبحانه راح تنجحوا فيه للمبتدئين والمبتدئات. ما تخافوش طيبوا، ما تخافوش ديروا كميه صغيره كما درت انايا بالفنجان تاع لاتاي صغير، وان شاء الله تنجحوا بدون اشكال. قلبتها باش بهذاك الطرف يطيب يلصق في هذيك لاباط. شوفوا كيفاش راه طيب بالداخل ما شاء الله. اوك نقلب ونطيب عقلي، هاوليك الطرف تلصق وحده بدون اشكال، هاوليك جا مخشخش ما شاء الله كيما يحب الخاطر. طيب من الداخل وديروا هكذا كي يروح يتفتت تلمو جا بالبيان. شهدكم في الجنه ان شاء الله بكاستي بعد الفطور. واش نقول لكم ولا قهوه، على بالي بزاف الناس يحبوا قهوه ان كافي نوار بشويه بخشخاش، واش نقول لكم. فوالا نكمل كاع نطيب كاع الحبيبات تاعي بنفس الشيء بنفس الكيفيه حتى نكمل، ونعاود نتلاقاو باش نعسلو ونصبل ان شاء الله. ها هو النتيجه النهائيه للخشخاش تاعنا بعد ما طيب، بعد ما طاب عفوا. فوالا جا خفيف واسم على مسمى خشخش، يخشخش كيما نقولو حنا. دونك كطريقه تاع العسل انا نديرو برك شويه تاع العسل. فوالا كيما تشوفوا بملعقه ندير برك هكذاك شويه من الفوق كيما تشوفوا، ما نكثرش شويه برك. وفوالا عسلوا برك الكميه اللي تحبوا تاكلوها، ولا حبيتو تخبيوها تقدروا ما تعسلوش الكميه اللي تحبوا تخبيوها، ديروها في بوا تيرميتيك غلقوا عليها. كي تحبوا تاكلوها خرجوها وعسلوها. انا درت برك حبيبه تاع الجلجله للتزيين، مي لا روس التقليديه ولا كيفيه التقليديه ما نديروش الجلجله، نخليوه هكذاك ناتورال. كاين ثاني ناس اللي دردروا عليه سكر كلاص، كل واحد كيفاش ياكلو. فوالا المهم هي هذه النتيجه، المهم هو لوكوسي جا فرانشمون ما شاء الله شهيدكم في الجنه. نحاول شوفوا
اسمعوا كيفاش راهي خشخش فوالا جا ما شاء الله كيما تشوفوا شهيتكم في الجنه جيسبر عطيتكم لا موتيفاسيون باش تنوضوا توجدوا كيما نقول لكم شاك فوا وعاود فكرتكم في الاطباق التقليديه تاعنا اللي ما لازمش ننساوهم الحلويات التقليديه تاعنا هذه الحلوه كيما قلت لكم تقدروا تقدموها للسهرات الرمضانيه بكيس لاتاي ولا كيس قهوه ولا ايضا حلوه تقدروا فوزالي لا بريباري بور العيد ان شاء الله بور لي فيت ديال العيد ان شاء الله فوالا جيسبر عجبتكم الكيفيه اللي عجبتو الكيفيه ما تبخلوش عليا بلي لايك تاعكم ولي جيم فوالا والابوني باش تكبر القناه ان شاء الله ان شاء الله نتلاقاو في كيفيه واحده اخرى خفيف وظريف تقليدي وعصري وسي الى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضع ودائعه الى اللقاء